النهاردة هنجاوب على السؤال اللي كل الناس دلوقتي بتسأله، إزاي أقدر أحمي نفسي وأسرتي من فيروس كورونا؟ منظمة الصحة العالمية أوصت بحاجتين، على قد ما هم بساط جداً على قد ما هم فعالين جداً في حمايتك من الكورونا. أولاً، تجنب التجمعات قدر الإمكان، حاول ما تنزلش من بيتك أو تختلط بحد إلا للضرورة القصوى، وساعتها خليك حريص على وجود مسافة كافية بينك وبين الشخص اللي قدامك. وأهم حاجة، تجنب تماماً البوس والأحضان. طبعاً دي حاجة صعبة علينا قوي كمصريين، بس معلش بقى، صحتك أهم. ثانياً، خليك حريص دايماً على نظافة إيديك، اغسلها بالمية والصابون لمدة 20 ثانية في المرة، وطول ما أنت برا البيت أو مش قادر تغسل يبقى لازم تستخدم معقم للإيدين، وأفضل خيار ليك هو كليندكس هاند جل، لأن فيه كل اللي هتحتاجه لحمايتك، لأنه أولاً بيحتوي على كحول، ومنظمة الصحة العالمية قالت إن هي ديت النسبة الكافية لحمايتك من الفيروس، ومش زي ما هو شائع إن كل ما النسبة زادت بقى أقوى، لأن وجود المية كمان في تركيبته مهم جداً علشان يقدر يخترق بروتين الفيروس ويدمره تماماً. ده غير إن كليندكس هانجل فيه مواد ملطفة بتنعم الإيدين، ومواد تانية مرطبة علشان تمنع الجفاف، وكمان مواد معطرة لريحة أفضل لإيديك. كليندكس هانجل عبوة 75 ملي تقدر تستخدمها بكل سهولة في الشغل وفي الشارع وفي المواصلات، وتخليها في جيبك طول الوقت. متوافر منه الآن جوز هند، فواكه، خوخ، بطيخ. مع كليندكس اكسترا هانجل، حماية مضمونة، انتعاش ونعومة.